إجراءات اقتصادية جديدة أعلنتها السلطات في حضرموت قالت إنها باتت ملحة لمعالجة الاختلال الذي تشهد عملية بيع المحروقات وتوحيد سعر البيع في الساحل والوادي وزيادة حجم عائدات السلطات المحلية التي تشكو من تجاهل الحكومة الشرعية لها اقتصاديا. نحن فتحنا الاستيراد بشكل عام وحددنا سقف سعري، هذا السقف في ظل وجودنا نحن في ظل دخولنا أجينا ولا نمتلك ريال واحد، ما حد قال لنا هذه ميزانيتكم اشتغلوا للمحافظة. ورغم محاولة السلطات تبرير هذه الإجراءات إلا أنها أثارت حالة من الاستياء وعدم الرضا لدى الشارع الذي يخشى أن يؤثر القرار على وضعه المعيشي والمتدهور جراء ما تشهده البلاد. طبعا الزيادة التي صارت الآن غير مرضية لكل المواطنين، وأنا أحد المواطنين المتضرر من هذا الشيء، والعيد قادم بإذن الله، لكن الأسعار غير مرضية لكل مواطن. ارتفاع بالنفط هذا يعني يؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية في البلاد، وأنا كمواطن يعني يجب من الدولة أن تخفض هذا السعر الكامل للناس، الشعب صراحة ما يقدر على هذا كله. ويرى مراقبون أن خطوة الرفع التي لجأت السلطات إليها كإحدى الطرق البديلة لمجابهة أزمتها المالية يجب أن تقابلها إجراءات أخرى تخفف من وطأتها على كاهل المواطن البسيط. القرار التي اتخذته السلطات المحلية في حضرموت بزيادة المشتقات النفطية يتوجب أن يتبعه تشكيل لجنة رقابة في متابعة السلع الغذائية، فيما إذا تم استغلال هذه الزيادة في التلاعب بالأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المحافظة. ورغم قيام السلطات بتشكيل فرق ميدانية لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية إلا أن المشهد القائم في الواقع يشير إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض المواد الغذائية وتعرفة النفط منذ دخول القرار حيز التنفيذ. رغم محاولة السلطات التقليل من تأثيرات خطوة رفع أسعار المحروقات أو ما تسميه توحيد أسعار البيع، إلا أن المواطن البسيط هو وحده من سيدفع فاتورة تلك الخطوة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.